أحسن الله إليكم. هذا مسلم من العراق بعث رسالة طويلة، هو الأخ كنعان الوطني، يقول في أولها: أما بعد فلدي تفسير أرجو أن يكون صحيحا، وأنا لا أعتمد عليه إلا إذا سمعته منكم مع فائق الاحترام والتقدير لعلمائكم أجمعين. يقول: ورد في مجلة التربية الإسلامية عدد وتاريخ عن النواس بن، ما رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه من قوله: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، يعني الدجال، قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. وهذه المدة في غير الدجال، وهي بالطبع سوف يعيش قبل هذه المدة وبعدها، أي أكثر، وهو بالطبع سوف يعيش قبل هذه المدة وبعدها، أي أكثر من 40 يوما. يقول: وفي تفسير ابن كثير المجلد الثالث صفحة 377 قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. هنا يتضح، لا زال الكلام له، يتضح لنا أن مدة مكث الدجال 40 شهرا أو 40 سنة، وشروق الشمس من مغربها هو الحديث الأول. يقول: تقل سرعة دوران الأرض حول نفسها فيصبح اليوم كجمعة، وتقل فيصبح اليوم كشهر، وتقل فيصبح اليوم كسنة، وتقف ثم تسير بالاتجاه المعاكس عنها، سيكون شروق الشمس من مغربها فتسرع، ثم يصبح اليوم كشهر، وتسرع فيصبح كجمعة، وتسرع فيصبح اليوم كسائر أيامنا. يقول: علميا سرعة دوران الأرض حول نفسها كبيرة، وإذا وقفت وسارت باتجاه المعاكس في مدة قصيرة سيقتل من عليها وتنفجر، لأن داخلها سائل. لذلك أصبحت المدة 40 يوما، قسم من أيامها أسبوع وشهر وسنة، أي أكثر من 40 يوم الأيام العادية. وهذه المدة علميا كافية لتغير شروق الشمس بحيث لا يموت البشر ولا تنفجر الأرض. أرجو التوجيه فيما ذكرت هذه الرسالة، مع احترامي وتقديري لكم ودعائي لكم بالتوفيق. التوجيه أن نبقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء، وأما هذا التفسير الذي ذكره فهذا من فكره ومن ابتداعه فلا يعتمد عليه، ونبقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء، وإذا وقع فإنه يفسره الواقع حين ذاك. نعم، هذا من الأمور المستقبلة ومن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، ولا نتدخل فيها بأفكارنا وتقاديرنا. ثم هذه المعلومات عن الشمس من أين أخذها؟ هل أحاط بالشمس وأحاط بالأفلاك وأحاط إنما هي تخرصات